يحسدك على الشعر يعني بهذا الطريقة من جدك يا عمران؟ والله شوف بكثرة أنا اللي بحبك يا مدرب كيف الثقة صوتك حلو الحمد لله لا والله يالله زي عبد الله الحربي في الدائرة دكتور خالد العتيبي يسأله مسألة محرجة وكذا بعدين في نهاية اللقاء قال له سمعنا عبد الله الحربي وأنت جاي البرنامج على أنك ممثل لكن سمعنا أنه صوتك حلو قال عبد الله الحربي قال الحمد لله قلت ابو امي كل ثقه انا من تحت عبد الله من النظام اللي فاهم بعض الاشياء حافظها وعلى قولهم ضابطها يعني بشكل كبير وبعض الاشياء خلاص نشاز قال له الحمد لله الله يبارك انا اذنك يا سيدي نروح لازم نريح عشان ايه امس بعد التراويح والله قاعدين نعس الين الفجر بعد الفجر بعد الفجر يجي الجنان ايه لا لانه امس اليوم بعد الفجر صارت مقالب وصار اي سمعت مسلسل في ناس طلعوا ممثلين ها؟ أوف. خطيرين جدا يلا عن اذنك يلا يلا شكرا هو انت كنت صاحب المقالب الفجر انا غلبان احيانا كنا نقول له سالم الدوسري تعليقات جاته سالم الدوسري لاعب الهلال والله هو بشأن الكذا بنفسه قال يعني اتمنى الكل هنا يحترمني وانا لي اسمي ولي كياني لا ايش بك ما ادري قال طب شبهوني بشيخ هنا ولا زياده ببقى بخلص شويه وزام عبد الله خلص الباقي ها هو اللي يركز يشق عبد الله كان بارد يعني كان مسدوح شوي رايق يضحك فكان واضح كذا انه في لعبه حسيت انا انه اصلا متفق انا بس اظن حتى بس اسامه ضبطها انت سمعت عبد الله المقالب حقته اللي سواه في الخلق ايوه حكينا ترى كثير زي دي المقالب ترى باقي مقالب كثير ما قالها عبد الله من الناس اللي يرمي نفسه في مكان ما عنده مشكلة في ردة الفعل يمكن أقدر واحد أطقطق هنا صدق مع أنه بعض الأحيان يمكن لها أضرار يعني مو أي واحد يقدر يسوي كذا تخيل يقول لك ذاك بس هذه مهمة جدا إيه لا هذا جنان يعني فاني طخني أموت بعدين أقول له لا كان مقلب كنت أمزح وخاله موجود ولا ورايحين وتحت السيارة و لا بس هذه الأشياء ترى تقوي ثقة الإنسان في نفسه تقوي ثقة الإنسان في نفسه ايه بس برضه والله لو أسمع كلمة جيب سلاح من السيارة لا أخش مو مستسلم شكله صار خويه خلاص أجي أتكي معاهم في الخيمة كل يوم الشعر يسيح ايه يطيح كله يطيح جيبه مسدس من السيارة أقل شيء بالغلط لو طخها كذا وبعدين تقول له كنت هذا مقلب يلا هذا أعتبره مقلب كمان طخه بعدين أنت رايح بر واللي مرتب مع المقلب واحد وخالك أتخيل أنت رحت ذلك تأخره وقدوا قلبوا عليك ما لحقوا الناس إيه قبل ما يوصلوا شفت انت مقلب الثاني قال سواه في قريب وذا مدري خاله مدري مين يوم زواجه جاء سلم عليه في الاستراحة كبل له الشاهي قال بس ذاك ذكي كان جايب 5 ثياب معه في السيارة هو عارف انه صاحب عبد الله هو قال له عبد الله معاكم الاستراحة قالوا له ايوه قال لا ماني جاي قال لا تعال لانه هم مسكوه قالوا له تكفى هي زي ما سويت فينا مقلب ذاك اليوم مقلب اليوم في العريس هو على قولهم فاهم هذا جوه يعني يمقلب ويتمقلب كمان رغم انه ترى حاخذك جهه ثانيه انت ايش تخصصك في الجامعه؟ اعلام حلو كيف تجربتك الى الان هنا؟ والله الحمد لله انا شخصيا اني تعلمت منها مره كثير لكن انه ما كان يعني انا بالنسبه لي انا ما كانت تجربه يعني نموذجيه جدا ليه؟
يعني كيف اقول لك انا كردات فعل او كيعني ظهور يعني بالنسبه للجمهور ما كان بشكل يعني نموذجي او شكل ممتاز. لكن بالنسبه لي انا هي تجربه يعني خالص منها تماما يعني موضوع يعني تشوف العمل رتم العمل الطريقه الاعداد البرامج رتم الاعلام وتشوف الجمهور وتشوف هذا بعدين الناس لما تبدا يبدا محرر يبدا مراسل يطلع نص دقيقه اي بعدين انت تبدا 16 ساعه 16 ساعه وفي قناه متابعه ما هو تقول لي واحد ايش القناه يقول لك هذه يعني ما عربسات ولا نايسات لا قناه يعني لها متابعه هاشتاقات توصل فيها ترند الاخبار فيها كل كويسه يوم. كل يوم ايوه فبالنسبه لي كتجربه كده بشكل عام انه اضافت لي كثير يعني كانها زي اللي يقول لك يعني دوره ميدانيه ايوه يعني كدوره ميدانيه مكة الهنا وأمان حبيبة الرحمن هنا ربيع النور يحلى بها رمضان